كسول ايتما اسمع معكم حبيبتكم دهيا اللي تحكم قاد الدنيا. حبيبتكم دهيا اليوم مراش معكم في فيديو راني ندير لكم صوت برك. صدقوني كي ندير لكم صوت كيما هكا نحس روحي راني حافظ دراجي ولا نحس روحي راني نهضر في الراديو. المهم ان شاء الله يا ربي تكونوا بالف الف خير وانتم تفرجوا في هذا الفيديو ولا ما كنتش غايه ولا ما كنتيش ان شاء الله يا ربي تكونوا بالف الف خير مر هذا الفيديو. المهم حبيت نقول لكم بلي اذا كنتي مش مشتركه معنا في الجيفواي روحي واشتركي معنا ولا اشتركي معنا لان بصراحه راني درت لكم صوالح اللي يعجبكم بزاف بزاف بزاف. حاجه واحدة اخرى الجيفواي ما راح تكمل، ماهيش اول جيفواي اخر جيفواي، غادي كل شهر ولا شهرين على حسب الطاقه تاعي ندير لكم جيفواي لاني حبيتكم كامل تربحوا وحبيتكم كامل تكون عندكم ذكرى من دي هي. يعني مهما كانت حاجه بسيطه نحب ندير لكم ذكرى من عندي ونحب نفرحكم كيما نتوما دائما تفرحوني تعليقاتكم تفرحوني بزاف صوالح كديرهم على جالي، نحبكم بزاف بزاف بزاف. حاجه اخرى المهم خلونا ندخلوا في الموضوع تاع اليوم باه ما نكثرش هضره. الموضوع تاع اليوم هو ابليكاسيون اللي غادي نديروا لها مراجعه هي فيستون. هذه ابليكاسيون تسقد لك تحسن الصور بشكل طبيعي، يعني ما تبانش بلي هذه الصوره تاعك بايز بلي فيه بلي فيه بزاف صور غادي تعرفوها معايا في الفيديو كي نكون ندير لها في المراجعه. حبيتوا تقولوا لي نتوما الراي تاعكم في هذه الابليكاسيون، دخلوا سيوها حطوا تصاويركم لعبوا فيها شويه. المهم ولما تسيوها قولوا لي الراي الصريح تاعكم لان صاحب هذه الابليكاسيون عرض عليا باش تكتبوا له الراي الصريح تاعكم ويعرف كيفاش المره الجايه يزيد يطور من الابليكاسيون تاعه. المهم نقول لكم نحبكم بزاف بزاف، كانت معكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا وخليكم تشوفوا المراجعه. هذا هو برنامج فيستون اللي كنت نحكي لكم عليه، اللوغو تاعو داير كيما هكا. المزايا اللي قدمها هي تصفيه البشره من الحب والبقع، تبييض الاسنان، نزع البقع السوداء، زياده كثافه الشعر وتغيير الخلفيه. صراحه انا عجبتني بزاف 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 اوبسيون تاع تغيير الخلفيه. فوالا كيما راكم تشوفوا هنايا في الفيديو راني نحاول يعني نحكي لكم اما انتوا راكم تشوفوا الفيديو باش تفهموني اكثر. المهم كيما راكم تشوفوا هذا هو غادي درك ندير لكم تيتوريال صغير، نوري لكم تيتوريال صغير يعني تيتوريال يعني حاجه تعليميه. كوم تشوفوا هذه البنت فريم، هذه البنت عجبتني التصويره تاعها بزاف بزاف باسكو تشبه بوحده صاحبتي سموها ايمان وفريم فريم متشبه لها بزاف كي شفتها عجبتني. المهم درك اش غادي نوري لكم، غادي ندير لها شويه تاع لي زوبسيون كم تشوفوا. فوالا دقيقه باك جراوند معناها الخلفيه، يعني قد تقوم بتحديد الخلفيه اللي راها موراها. على فكره هذا برنامج ذكي، يعني ماشي مشروط تقعد تدير بالنقاط الصغار باش عادك يعرف. نقوم بتحديد الخلفيه بهذيك الدائره اللي شفتوها درك فاتت ومن بعد كينا نروح ندرك على الخلفيه ونخير الخلفيه اللي راهي عجبتني. كما راكم تشوفوا ممكن نتحكم في الظلال كيما راني حابه، يعني نبغي نزيد الماده تاع الظل نبغي نخليه كيما راه، هذه حاجه تقد تديرها كيما تبغي. حاجه واحده اخرى من اللي تقدر ديرها هي الاضاءه، الاضاءه تاع الوجه ثاني تقدر تتحكم فيها. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه اللي راهي تدور كيما هكا، يعني الاضاءه واش راكي باغيتها من اي جهه، من الفوق من تحت يعني من الجنب، تخيليها كيما تبغي عندك على الزوايا تخيريها فيهم. حاجه واحده اخرى تانيك اليوم بغيت ندير لكم تيتوريال واحد اخر لوحده نكتبوها يعني من البدايه حتى للافه. شنو غادي تروح تكتب تصويره تخير صوره اي صوره راك حابها من الهاتف تاعك وتحطها ودير لها الزوم. درك انا هذه راهي مديره الزوم صح. المهم من بعد كي ندير لها الزوم انا راني حابه نصفي لها الوجه تاعها. واش ترك هذيك اللي دايره كيما دونتي فريز يعني فرشه الاسنان وتقعد هذيك الطويره تدورها على الوجه تاعها كيما راكم تشوفوا فيها راهي تبيض فيها. وكيما راهي تبيض فيها دركا انا كاني نشوف كيما هكا بايزوم بيضت لها السنين. فوالا كيما راكم تشوفوا راهي تبيض لها في السنين، وهذه اوبسيون عجبتني بزاف 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 خاطرش ديفوا تكون تاكل ولا وما عندكش الوقت هكا باش تغسل سنيك ولا تكون مع صحابك برا دير سيلفي تقعد سنيك بايزوم حاجه في سنيك لازم السنين يكونوا بودي في التصاور ولاكم عارفين سختو التقادات تاع الناس ما يخلو والو. كي راهي تبيض كيما هكا فريمون بيضتها غايه بصح شاو هو هكا مازالها شويه موش. دوك من بعد كينا نوري لكم كيفاش يعني واحد الاوبسيون واحده اخرى تخلي هاد البيوضيه تبان حاجه طبيعيه ما تبانش بلي حاجه اوفر كيما هكا بايزوم. كنت حطيت صوره كيما هكا تبان بلي راك مبيضها بصح شاو هو لا فيها ايفيكت واحد اخر يخلي هاد البيوضيه اللي رانا نبيضوا فيها دركا تبان طبيعيه. المهم راكم تشوفوا هذيك الميمحات تقدوا تمحوا بها حاجه بايزوم غلطتوا فيها ولا عادي تقدوا يعني تمحوه. طشاني نهضر ديفو نحس روحي حافظ الدراجي في فيديوهات كيما هكا. والان جول
أبلي ما نش نضحك. المهم تفكرت حاف الدراجي ما بليش عليه. فوالا شتو هذيك الاوبسي اللي كنت نحكي لكم عليها اللي هي الدمعه هذه لكم تشوفوا فيها ضربت على ديك الدمعه. ومن بعد نروح للوجه ونقعد ندور على كامل الوجه ولا على المنطقه اللي راكي باغيتها انتيا بالتحديد ولا كباغيها نتايا. فوالا كوم تشوفوا كي تبان طبيعيه راه تبان بلي ماهمش كاع خاربي فيها. بزاف ناس مشاهير يديروا هاد العفايس في لي فوتو تاعهم. ما كاش حاجه بيرفكت وانما هما يصنعوا ديك الحاجه البيرفكت. كل واحد فينا فيه عيوب وفيه يعني صوالح في الوجه تاعهم وهذه حاجه طبيعيه تماما. لون تاع العيون يعني اللون تاع العيون تاعهم نحبهم بدلوهم رجعوهم زرقين رجعوهم خضرين رجعوهم مارون صفرين حمرين يعني انت وكما تحبي. كما راكم تشوفوا يخرج لكم هنا مجموعه من الالوان كبيره بزاف 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 وما تكملش يعني خيري اي لون تبغيه وديريه. فوالا غادي خيروا هذا اللون غادي تشوفوه دركا يعني هو رايح شويه البلو ما بين البلو ما بين يعني قري هكا خيرنا على العين تاعها وراهي تبان شابه. دركا غادي نديرو حاجه واحده اخرى كيما راكم تشوفوا في التصويره كيما هكا راهي تبان هي حاجه والخلفيه حاجه هنا راهي تبان يعني كشغل راهي متصوره وموراها يعني المهم دركا رانا نروحو للاطار. الاطار ممكن ديري اي اطار ملي راهم هنايا كاين اختيارات بزاف. ديري اطار مموج ديري اطار مستقيم ديري كيما حبيتي هذه حاجه ترجع للذوق الشخصي تاعك. فوالا هذه هي التصويره مانيش دايره في هذه الحاجه في هذه الصوره بزاف صوالح وانما حبيت هذا بقى صوره طبيعيه تماما كشغل هي تصورتها كيما هكا وخرجت كيما هكا وجات حطتها بينما الواقع انها قمنا بتحسين هذه الصوره. قد تبارطاجيها فيسبوك في تويتر انستغرام وما تحبي في كامل مواقع التواصل تاعك انت حره. المهم انا وريت لكم هاد الاوبسيون راني شاركتها معكم ونتمنى تعجبكم وكل مره راح نجيب حاجه وراح نشاركها معكم هكا باه الاولاد ما يقولوش دي هي راكي لهي غير البنات وحنا ما فيش لهي بينا وانما غادي ننوع في كامل المواضيع اللي نديرها في القناه تاعي. نقولكم نحبكم وتهلاو في روحكم وكانت معكم حبيبتكم دي هي اللي تحبكم قد الدنيا.